طبعا احنا بنقابل جنسيات مختلفة بثقافات مختلفة، واحنا اوريدي عندنا بعض التابوهات والقوالب المتعلقة بمشاكل النساء والعنف ضدهم، وبنحاول ان احنا نواجهها في مجتمعنا المصري. وكمان قابلنا في الجنسيات المختلفة اللي جت مصر ثقافات وأفكار كتيرة، يمكن أكتر نمطية وأكتر تهميش للستات. يعني لقينا مثلا في بعض الجنسيات الزواج المبكر والإنجاب الكتير وختان الطفلات أو تشويه الأعضاء الجنسية للطفلات. قابلنا في جنسيات السوريات مثلا إنه الست مطلوب منها إنها تبقى سوبر وومن جدا، وبتأدي كل الحاجات جدا وممتازة في كل الحاجات قوي، وإنه الراجل هو راجل قوي بالنسبة لها، وأفكار كتيرة كده. حتى ابتدى الرجالة يقولوا يا دي الست السورية يعني بروفيشنال في كل حاجة، وانتوا بتتشرطوا الست السورية بتعمل شغل البيت وتغسل وتطبخ وتخلف وتشتغل وتنجح وتشيل البيت والراجل قاعد باشا. فابتدت الأفكار دي شوية تأثر على ثقافة حتى الستات عندنا، وابتدى يتقال انه ما هو اهو الستات هي بتعمل كل حاجة. اظن انه الدور انه احنا نشتغل عليهم الوافدات اولا لإزالة العنف والانتهاكات اللي تعرضوا لها، وقدر الـ يعني الاذى النفسي اللي تعرضوا له اثناء فترة اللجوء الى مصر، او ان هم يجوا مصر حتى ولو بشكل ان هم مقيمين. يعني ده جزء. الجزء الثاني لتثقيفهم وتوعيتهم، وان احنا ننمي جواهم فكرة انه انا انسانة، انا عندي طموح، انا من حقي حياة كريمة، من حقي اني ما واجهش عنف، من حقي انه ما حدش يأذيني. اظن انه ده جزء من انه ندوبهم جوه الثقافة، وفي نفس الوقت ده بيعلي فكرة انه ما يبقاش عندي ثقافات متباينة، ويحصل فكرة الختان المركب وإزالة العضو التناسلي الأنثوي. دي مشكلة كبيرة طبعا، لانه الانسان لما بيعيش جوه بيئة متبنية افكار ليها علاقة بالطهارة والعفة النفسية، وأفكار أحيانا بتندمج جوه بعض الادعاءات الدينية وربطها بشوية آيات وشوية أقوال أو أحاديث، حاجات كتيرة في السياق ده، دي بتبقى راسخة جوه النفسية. حتى الست نفسها لما بتتعرض للعنف ده هي بتبقى شايفة انه ده طبيعي وعادي، لانه كل المجتمع بيمارسه، فهي بتطلع بشكل او باخر متبنية ده وبتمارسه حتى مع بناتها فيما بعد. الفكرة بقى انه احنا ازاي نشتغل على ده. اظن انه ده دور المجلس القومي للمرأة في البداية، ودور منظمات المجتمع المدني انها تبتدي تشتغل عليهم، توعيهم وتبتدي تفهمهم حتى من الناحية الطبية اولا، وحتى يبتدوا يثقفوهم اجتماعيا انه قد ايه ده بيأذيهم في حياتهم بعد كده، بيأذيها نفسيا وعضويا، وبيأذيها في حياتها الاجتماعية لما بتتجوز، وقد ايه انه ده سلوك ما بيحصلش في اي مجتمع تاني، وانه الست اللي بتعيش حياتها طبيعي بتكون افضل، ده هيبقى افضل ليها، افضل للاجيال اللي